السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثاني سنة، عاملين إيه يا أولاد؟ يا رب تكونوا في أحسن حال. تعالوا نبدأ معانا الدرس الثاني في الجغرافيا، وهناخد مع بعض التنمية الزراعية والحيوانية. لو عايزين نفتكر الدرس اللي فات بصورة سريعة، اللي هو ماهية التنمية الاقتصادية، تمام؟ طب تعالوا بقى احنا ندخل ونبتدي نشوف التنمية الاقتصادية اللي هتبدأ عندي. أول حاجة هبتدي أنمي فيها إيه؟ أول حاجة هنمي فيها إيه؟ هنبدأ بحاجة اسمها التنمية الزراعية والحيوانية. جاب لي صورة واضحة قوي قدامي، إن هو أزمة المجاعات اللي موجودة عندنا في الآونة الأخيرة، اللي ابتدت تظهر عندي في القرن 20 وبدايات القرن 21. طيب لما يجي يسألني بقى عنها وأزمتها ليه، وإن السلع الغذائية الرئيسية اللي هي مفروض المورد الأساسي يا أولاد اللي إحنا من خلاله نقدر إن إحنا نعيش عليه. محدش يقدر يعيش من غير مية، محدش يقدر يعيش من غير غذاء. عشان تقدر تبني نفسك، تقدر تشتغل وتقدر تعيش وتشوف كل حاجة أنت محتاجها. طب دلوقتي السؤال اللي عندنا، اللي هو ايه هو المقصود بالامن الغذائي؟ الامن الغذائي يا اولاد اللي هو ان احنا يتوافر الغذاء كام، يتوافر الغذاء كامل لكل فرد من الشعب في الكميه والنوعيه والكيفيه. طيب تعالوا نشوف بقى مع بعض، ثانية واحدة. يلا يا أولاد نشوف مع بعض. يا اولاد انتوا سامعيني كده؟ طب اللي سامعني يرفع ايده؟ مفيش حاجه شغاله. يا اولاد سامعين؟ تعالوا نشوف مع بعض الأمن الغذائي يقصد بيه إن أنا أوفر الغذاء لكل فرد موجود عندي في الشعب، سواء كان الكمية اللي هو عايزها والنوعية برضه والكيفية اللي هو عايزها، عشان تبقى حياته سليمة وصحية. طب السؤال هنا، طب إيه الأزمة اللي سببت الصورة اللي فاتت اللي هي أزمة الغذاء؟ إيه أسبابها؟ أسباب أزمة الغذاء عندنا يا أولاد أكيد أول حاجة ارتفاع أسعار النفط العالمي. ليه؟ لأن دلوقتي إنتاج الغذاء إن إحنا لازم هنحول عندي مساحات كتيرة جدا من المحاصيل اللي إحنا معتمدين عليها إلى محاصيل إيه؟ لإنتاج وقود حيوي. تمام؟ طيب لإنتاج وقود حيوي. طب إيه هو الوقود الحيوي؟ إحنا خدناه الترم اللي فات. طب إيه هي أهم المحاصيل اللي ممكن تساعدني في الوقود الحيوي؟ زي قصب السكر والذرة وفول الصويا. يبقى إذن هضطر نتيجة الارتفاع بتاع أسعار النفط اللي عندي ده إن أنا لازم أزود المحاصيل دي عندي كزراعة. طيب تعال نشوف، هل إنتاجية الزراعة، احنا كل واحد فينا اولاد كان ليه جذور ريفية، عندنا اراضي، عندنا ارض في البلد، ونحب دايما نسافر البلد بتاعتنا في الصيف في مناسبة. طيب
الانتاجيه الارض بتاعت الفلاح بتاع زمان اللي كان دايما بنعمل لها ايه؟ ها يبقى عندي الفلاح المثالي. الفلاح المثالي ده اللي هو الانتاج بتاعه وفير والانتاج بتاعه غني. لكن دلوقتي ان اغلب الناس بقت تتجه لاعمال اخرى او انشطه اخرى، قلت انتاجيه الزراعه، بقى في عندي قصور في التخطيط الزراعي، بقى في الناس تسيب الاراضي بتاعتها عشان تجرفها وتبيعها بعد كده، تاخد التربه الصالحه طبعا اللي فوق تبيعها تعمل بيها الطوب اللي احنا بنبني بيه، وبعد كده ابيع الارض بتاعتي مباني. طب استخدم الطرق الزراعيه المستخدمه اللي هي بتكون قديمه، كل ده ياثر لي في انتاجيه الزراعه عندي اللي تعمل لي ازمه الغذاء. طب تعالوا نشوف بقى اعدادنا كثيره جدا من السكان اللي عمالين نزيد في محاور كتيره كل سنه عن السنه الاخرى. طب ما هو السكان دول عايزين طلب للغذاء. طيب محدوديه الانتاج بتاع الغذاء ده ايه اللي هيحصل؟ هنقع في نفس الازمه بتاعت الغذاء في العالم. طيب الهجره من الريف للمدن، قلت لكم اغلب الناس دلوقتي بيتجه ان هو يسيب الزراعه ويروح فين؟ يشوف اعمال اخرى. فابتدت مساحه الاراضي الزراعيه ايه اللي يحصل لها؟ ان هي تنكمش يا ولاد، انكماش المساحه المزروعه. نقص موارد الميه، تدهور الارض الزراعيه، انخفاض الاستثمارات الزراعيه جامد جدا. يعني لما تيجي تشوف كل الاستثمارات اللي حوالينا هنجد ان الاستثمارات الزراعيه هي اكتر الاستثمارات اللي عندي اللي موجوده انخفاضا كبير فيها، والعائد منها قليل. الحروب وعدم الاستقرار. لذلك كان لازم واقفه هنا بقى ان احنا نعمل حاجه اسمها خطط استراتيجيه، الهدف منها ان ابتدي انمي قطاع ايه؟ الزراعه. واوعى تنسى في ثانيه ثانوي ان احنا ما زلنا تحت طائله ايه؟ التنميه المستدامه. طيب تعالوا نشوف اول حاجه في القطاع الزراعي اللي موجود عندي عشان اوفر للسكان الكتير اللي موجود عندي، اوفر ليهم المواد الاوليه اللي يعيشوا بيها، وكمان احولها لبعض الصناعات التحويليه. تعال نشوف بقى عندنا المساحات. طبعا احنا الارقام دي مش عندنا، بس ما فيش مانع ان احنا نتعرف على المساحه الاراضي الزراعيه اللي في العالم عندي هتكون ماشيه ازاي. طيب بيقول لك ان بلغت المساحات دي حوالي 3.6 من 10 مليار فدان، بس خلي بالك الاحصائيه دي قديمه 2011، اكيد زمانها اتغيرت، احنا 21. 80% اولاد من الزراعه البعليه، البعليه يعني المطريه اللي هي على مياه الامطار. طيب و20% منها الزراعه المجويه اللي احنا بنرويها عادي زي الزراعات بتاعتنا اللي في البلد. طيب تعالوا نشوف مع بعض هل ان يختلف نصيب الفرد بقى في دول بتتسم ان هي ذات دخل منخفض عن دول تانية ذات دخل مرتفع؟ اكيد طبعا، لان نصيب الفرد فيها هينخفض. طب هو انخفض ليه؟ نتيجة ان اعتمادهم الاساسي على الارض الزراعية، فبيحصل ايه؟ تدهور وتناقص، ده اللي ادى الى ان ينخفض نصيب الفرد عندي من الاراضي الزراعية. طب ما تيجي نشوف ايه هي اهم العوامل اللي ساهمت عندي في تدهور الاراضي الزراعيه في الوطن العربي. واحد، احنا لسه بنقول ان احنا اغلب الناس وبالذات في الريف ان هو ما عادش بيعتمد على الارض الزراعيه نتيجه الحاجه اسمها الزحف العمراني. ايه الزحف العمراني؟ عندنا اولاد كتير، والولاد دي عايزه ان هي تتجوز، وبعد ما تتجوز ايه اللي هيحصل؟ عايزه ابني لها مكان يتجوزوا فيه، الاسره تستقر، فابتدي ان الاراضي الزراعيه بتاعتي ابتدي احولها لاراضي المباني عشان عدد السكان. طب يقول لي تملح بعض الاراضي الزراعيه، احنا فاكرين يا اولاد لما قلنا موضوع التملح ده ان الارض الزراعيه بتتملح ازاي؟ ان انا بطرق الري القديمه اللي هو افتح عندك القناه بتاعتك او افتح اي مصدر عندك للميه، افتحه وحط ميه كثيره جدا اجوي بيها الارض. ها مش ده الري التقليدي اللي احنا متعودين عليه اللي هو ري الغمر؟
طب احنا اصلا مش عايزين كل الكلام ده، لان الميه الزياده في التربه هتؤدي لتملحها، تملحها يبقى موت الطبقه الصالحه فيها ان هي تزرع، يبقى لازم اعالجها تاني عشان يشيل الطبقه دي. طب هنعمل ايه؟ طب لا حاجه تانيه، يقول لك ان اغلب دلوقتي الفاكهه الخضروات اللي احنا بنحتاجها في غير الموسم بتاعها بتكون موجوده بغير اوانها. طب موجوده بغير اوانها ليه؟ نتيجه الكيماويات اللي بتضر بيها اللي احنا بنحطها عشان ينضج بسرعه عندي المحصول. يبقى اذا اسراف في استخدام الاسمده الكيماويه اللي عندي وطرق الري التقليديه. طيب تجريف طبعا التربه والتصحر. مفيش، كان زمان يا اولاد في حاجه اسمها المهندس الزراعي او المرشد الزراعي. ده كان بيعمل ايه بقى؟ يعدي على الاراضي الزراعيه ويعدي على الفلاحين ويفضل، وفي الجمعيه الزراعيه ياخدوا منها السماد، وكل شويه يعملوا ايه؟ يتبعوا حاجه اسمها الدورات الزراعيه. احنا عندنا في الشتاء هنزرع كذا، في الصيف هنزرع كذا، ما بينهم هنريح الارض شويه وهزرع فيها نوع خفيف من المحصول عشان ما تبقاش مجهده، او هسيب الارض شويه عشان اراعيها. تمام؟ هو ده نظام اتباع الدورات الزراعيه. دلوقتي للاسف ما عادش موجود زي ما كان موجود زمان نتيجه لقله الارض الزراعيه اللي موجوده عندنا. اجهاد التربه نفسها اللي انا بزرعها اكتر من مره في السنه هو ده اللي بيقلل الانتاجيه بتاعتها. وبعدين بقى كانوا زمان دايما يجيبوا برامج كده بين الاعلانات بتوعي دايما الفلاحين ان ازاي ان احنا توعيهم ان ازاي ان هم يقدروا يعملوا انتاجيه كويسه او يساعدوا الارض بتاعتهم ان هي تحقق انتاجيه عاليه. طيب تعالوا نشوف الرسم البياني اللي قدامك، دي اهم المحاصيل اللي موجوده عندي في الوطن العربي. طب تعالى نشوف فاكهه، الياف نسيجيه، محاصيل سكريه، البقوليات، الحبوب الغذائيه. بص يا اولاد، ما تيجي نشوف اهم الدول اللي موجوده عندي في المحاصيل دي. يلا قلمك في ايدك وهنعلم. لما اجي اخد حبوب غذائيه، اولى الدول فيها العربيه مصر، يليها يبقى نعمل واحد على مصر، اثنين المغرب. تعالى نشوف البقوليات، واحد المغرب، اثنين مصر. طب تعالى نشوف المحاصيل السكريه في الوطن العربي، واحد مصر، اثنين السودان، ثلاثه المغرب. طب قال لك في الفاكهه ان مصر بتحتل المركز الاول ثم المغرب. فهمنا يا اولاد في الجزئيه دي هنعمل ايه؟ هنمسك كل المحاصيل دي وابتدي احط اعلم كده في الكتاب عندك. ها ايه هي اهم او اولى الدول في انتاجها؟ طب تعالى نشوف بالنسبه للالياف النسيجيه، واحد سوريا، اثنين مصر. وبالرغم من اللي احنا بنعمله ده كله يا اولاد، والمشكله اللي احنا مشكله الغذاء، وبنحاول ان احنا نحط خطط استراتيجيه عشان نعالج الموضوع ده ونشوف انتاجيه الارض الزراعيه ونخفض في الاعداد وكل الكلام ده كله، الا ان حجم الواردات الزراعيه بالوطن العربي ما زال كبير، مش عارفه اسيطر عليه. طب انا مش عارفه اسيطر عليه ليه يا اولاد؟ لان ما زالت عندي الفجوه الكبيره ما بين الانتاج وما بين الاستهلاك المحلي. ايه هو الاستهلاك المحلي؟ ان احنا متطلباتنا عايزين هناكل ايه، هنشرب ايه، هنعيش ازاي، هو ده الانتاج المحلي اللي انا محتاجاه، السلع اللي انا محتاجاها عشان اقدر اعيش بيها. تمام؟ طيب ايه هي اهم الواردات في المحاصيل الزراعيه اللي عندي؟ والاحصائيه دي كانت 2000 ل 2012. حبوب والدقيق، سكر الخام قبل التكرير طبعا، بقوليات، الفاكهه. طيب تعالوا نوصل لحاجه نساعد بقى نعمل حاجه اسمها تنميه زراعيه مستدامه. فاكرين اول الدرس لما قلت ما زالت عندي موضوع التنميه المستدامه ده متواجد عندي لسه مستمر معايا، مع انه كان الترم الاول، بس ما زلت كل نشاط اقتصادي همشي فيه لازم اراعي الحته دي، ما اخفتش ابدا الاجيال القادمه. طب التنميه الزراعيه المستدامه هي في الهامش عندك في الكتاب،
اللي هي اقدر ادير الموارد الطبيعيه اللي عندي اللي تسمح بالزراعه والبي بيها احتياجات البشريه اللي عندي ازاي؟ اعمل ايه؟ ها اديرها ازاي؟ هو ده معناها ان انا اعملها تنميه زراعيه مستدامه مع الحفاظ على الموارد والزياده منها ان امكن عشان اتفادى حاجه اسمها تدهور ايه؟ البيئه. طب ايه الوسائل بقى اللي هتساعدني ان انا اعمل حاجه اسمها تنميه زراعيه مستدامه؟ يا اولاد ايه هي؟ واحد ان لازم يكون في قوانين مفعله عشان احمي التربه ان مش كل واحد صاحب ارض ان هو يروح يجرف الارض عشان يستفيد منها، مفيش الكلام ده. لازم يبقى في قوانين عشان احافظ على التربه الزراعيه اللي عندي. لازم يبقى فيه ارجع تاني المهندس الزراعي اللي يعدي على الفلاحين ويبقى فيه تفاعل ما بينه وبين الجمعيه الزراعيه عشان اوعي المزارعين بالطرق الحديثه اللي هم يستخدموها وينسوا خالص موضوع الطرق القديمه اللي هي اهلكت التربه بتاعتي. احط لهم خطط زراعيه. تمام؟ استفيد من حاجه اسمها التكنولوجيا الحيويه عشان احصل على بذور فائقه في الانتاج. استنبط انواع جديده مثلا من السلالات في النبات اللي هي ممكن تتحمل لي التربه اللي عندي اللي فيها الملوحه والجفاف. بلاش استخدم الكيماويات واستخدم المخصبات العضويه. ولو سالت عندك مثلا اي حد قريبك مزارع او عنده ارض زراعيه قول له زي ايه المخصبات العضويه دي اللي هم اللي احنا من زمان اصلا كانوا بيستخدموها. تمام؟ اللي هو جوز بتاع الحيوانات يا اولاد كانوا ياخدوه ويعملوه سماد للارض. من غير ما استخدم كيماويات خالص. ابتدي اتوسع بقى اخرج من وادي والدلتا ومنخفض الفيوم وابتدي اروح الاراضي الصحراويه والزراعه على اسطح المباني في المدن. في ناس على فكره بياخدوا الروف بتاعهم فوق ويبتدوا يزرعوا فيه النباتات اللي هم عايزينها اللي هم يستخدموها. اعمل ابحاث جديده على انواع نباتات مناسبه للارض اللي قدامي اللي انا هستصلحها. استخدم طبعا تقنيات الاستشعار من بعد عشان احصر الاراضي الزراعيه اللي موجوده عندي واشوف انتاجيتها ايه واحافظ عليها من الافات والكوارث سواء كانت طبيعيه او بشريه واتخذ كل الاجراءات اللي عندي. اديني مثال يا ناس. تعالوا ناخد مثال عندنا اولاد وهي التجربه الاوغنديه في الزراعه العضويه. اوغندا عايزه تعمل تنميه مستدامه في الزراعه. طب هتعمل ايه وتحقق ايه لسبل العيش للسكان بتاعها ان هم السكان يعيشوا في بيئه صالحه والانتاج بتاعهم يكون وفير. طب انا رايح التربه بتاعتي ازاي يا اولاد؟ لازم اعمل حاجه اسمها الزراعه العضويه. وفعلا عملتها واحتلت المركز ال 13 عالميا والاول افريقيا في مساحه الزراعه العضويه دي. الزراعه العضويه دي ان هي بتخفض لي الكربون والغازات الدفيئه اللي بتأثر لي على الزراعه التقليديه اللي عندي. وببتدي ازرع محاصيل يا اولاد تخفض لي فيها النسبه دي. طب ايه هي المحاصيل اللي تساعدني في تخفيض نسبه الكربون والغازات الدفيئه الملوثه اللي عندي دي؟ زي الفانيليا والزنجبيل. تمام؟ يبقى اذا ايه هو المشروع اللي ممكن يكون اتعمل فيه تجربه عن الزراعه العضويه؟ هو التجربه الاوغنديه. تعالوا نشوف مع بعض تاني قسم عندي. يبقى اول قسم اخدته عندي اللي هي ازمه الغذاء اللي موجوده في الوطن العربي. اثنين خدت المحاصيل الغذائيه في الزراعه واخدت كل دول الاولى في المحاصيل الزراعيه في الوطن العربي. وبعدين اخدت التنميه الزراعيه هعمل فيها ايه وايه هي اهم الوسائل اللي هنميها بيها واخدت نموذج عليها التجربه الاوغنديه. تاني قسم عندنا في الدرس يا اولاد اللي هو الرعي والثروه الحيوانيه. ولو تفتكر الريف المصري اللي عندنا، لو تفتكر بره لما كانوا بيجيبوا المراعي بتاعتهم وشكلها الاخضر وفيها مجموعه من الحيوانات من بقر موجود هناك والالبان بتاعتهم، كل الكلام ده اللي هناخده في القسم ده. طيب سؤال، هل كل مكان موجود عندي في خريطه الوطن العالم دي كلها هل كلها توجد بيها حشائش طبيعيه؟ اكيد لا. اولنا عندنا احنا في مصر انا ما عنديش حشائش طبيعيه. مناخي ما يسمحليش بالحشائش الطبيعيه. تمام؟ بس في دول ثانيه فيها حشائش طبيعيه. طب ايه هي نيس الحشائش الطبيعيه؟ زي السافانا، الستبس، نباتات صحراويه.
طيب دي بتتاخد كمراعي طبيعيه يا اولاد، بنوفر فيها الانسان احتياجاته من اللحوم، البان، جلود، اصوات. تعالوا نشوف مع بعض ايه هي انواعها. بص يا اولاد، انا عندي نوعين، في مراعي طبيعيه اللي هي الحشائش والشجيرات الموجوده عندي، وفي مراعي اصطناعيه. الاصطناعيه دي بستخدم، ببتدي انا بقى اللي احط فيها نظام الري، وبتسمى بالمراعي المجويه، وبتفتقر الدول العربيه عندنا يا اولاد للمراعي الطبيعيه زي مصر. لذلك فاحنا بنعوض ده، طب احنا نجيب العلف بتاعنا اللي احنا ممكن نستخدمه للحيوانات بتاعتنا على اساس ايه؟ بنجيبه عن طريق المراعي، ان انا بستخدم، مش عنديش مراعي، طب انا هعمل ايه؟ مش هيبقى عندي ثروه حيوانيه؟ لا، هيبقى عندي ثروه حيوانيه، ان انا بضطر ان انا اختص مساحات معينه بالزراعه كعلف للحيوانات. كعلف لايه؟ للحيوانات. طيب تعال نشوف، يبقى انا استفدت من مساحه الارض بتاعتي ان انا زرعت، وفي نفس الوقت ان انا عملت تربيه ايه؟ الحيوان، الاثنين في وقت واحد. تعال يا اولاد مع بعض نشوف الري في الوطن العربي. اولا يقع طبعا احنا عارفين موقع الوطن العربي ان الاراضي بتاعته جافه وشبه جافه، والامطار بتاعتها بتكون غير منتظمه ومتباينه، فلذلك المراعي عندي بتكون فقيره. تمام. طيب تعالوا نشوف الثروه الحيوانيه اللي موجوده عندي، موجوده ايه هي انواعها في الوطن العربي. واحد، الابقار. هنعمل دايره على الابقار كده وناخد اهم الدول فيها. السودان واحد، اثنين مصر، ثلاثة المغرب، أربعة سوريا، خمسة الصومال. طب اشمعنى الدول دي اللي بتتوافق فيها تربية الأبقار؟ عشان فيها المراعي والحشائش والمية اللي بتساعد إن تتربى فيها الحيوانات دي. طب تعالى نشوف تربية الجاموس في مصر والعراق، اشمعنى دول بالذات؟ لأن هما بيئتين فيهم أنهار فيضية، فالبيئة الفيضية يا أولاد هي اللي ممكن الجاموس يتربى فيها، لأن هو لا يتحمل الجفاف، فعايز مجاري مائية عنده. طب ثلاثة، الأغنام والماعز. الأغنام والماعز يا أولاد دي أكتر الحيوانات انتشارا في الوطن العربي. ليه؟ لأن هو عنده المرعى بتاعها اللي هيقدر إن هو يتوافق فيه. تمام؟ اللي هو ايه مرعاها بقى؟ المناطق الصحراويه والجبليه والساحليه. الابل تعد الصومال اولى الدول العربيه. اداني ادي الشكل اللي قدامي ده يا اولاد، بيقول لي ان ازاي تطورت عندي الثروه الحيوانيه خلال السنوات دي. مديني اهو من 2010 ل 2014. تمام؟ هنجد ان هم فيهم زيادات ما بين السنتين. طيب تعالوا ناخد الانتاج الحيوي. طب يا ميس، انت دلوقتي قلنا لما جينا خدنا الانتاج الزراعي قلنا ان هو ما اسهمش بدور كبير جدا، وما زالت الواردات بتاعه الوطن العربي هي زي ما هي. اظن بقى يا ميس الانتاج الحيواني هو ما شاء الله احنا شايفين فوق ان هو متوفر عندي، فهيسد الحاجه بتاعه الوطن العربي. هقول لك لا بقى، لا ليه يا ميس؟ هقول لك لان انا ما زلت عندي في دول معينه بس هي اللي بيوجد فيها وفر. الدول دي بتكون قليله السكان، لكن ما زلنا برضو الواردات بتاعه الوطن العربي لازم يسدها حاجه ثانيه بالنسبه لانتاج الحيوانات. طب تعالى نشوف، لو شفنا مثلا في اللحوم الحمراء قال لك اولى الدول انتاجا فيها السودان ثم الصومال. طيب وبالنسبة للألبان، مصر، السودان، السعودية. بس جه قال لي خلي بالك إن حاجة اللحوم الحمراء في الوطن العربي لا تكفي حاجة السكان، لذلك إن إحنا بنلجأ دايما للبروتين الآخر اللي هو زي الدواجن والأسماك. طيب هو أنا ليه برضو، هل هو حاجة السكان عشان عندي سكان كتير، ولا كمان لقلة المراعي؟ لقلة المراعي كمان يا ولاد، ما عنديش مراعي ممكن انتج منها
ثروة حيوانية كبيرة. طب ايه هي بقى لما نيجي نقول قلة المراعي دي، طب ايه هي العوامل المؤثرة في تدهور الأراضي الرعوية في الوطن العربي؟ ها احنا اظن عندنا في اكتوبر احنا شفنا منظر كده اللي هو ناحية الانتاج الاعلاني، طول ما انت ماشي على طريق الواحات تلاقي في مجموعة الأشجار ده، حتى كمان ما فيهاش زراعة زراعة يعني، إن الحيوانات بتمشي وتقعد تاكل من الأشجار اللي موجودة فيها، نمشي نلاقي بقر، أبقار، أغنام، تمام؟ طيب هو كل الكلام ده يا أولاد أثر في إيه؟ أثر إن أنا مارست عادات خاطئة لرعي الجائع. طب فين النباتات؟ ما هم دول المفروض يكون ليهم مكان اللي ممكن اغطي بيه المراعي بتاعتهم اللي ممكن ان هم يزيدوا فيها. طيب اثنين، ما عنديش حاجه اسمها سياسه رعويه ممكن ان احنا تزود لي كميه المراعي اللي موجوده عندي او مساحتها. التوسع في الزراعات المرويه على حساب مساحه المراعي، ما احنا قلنا يعني مثلا زي مصر ما عنديش مراعي خالص، فبضطر اعمل ايه؟ ان انا المساحات عندي ازرعها للعلف بتاع الحيوانات عشان يبقى موجود عندي فيه في الدولة بتاعتي حيوانات. طيب تغيرات مناخية، طبعا تناقص الأمطار ده اللي بيقلل كمية الرعي عندي. الرعاة نفسهم بقى دلوقتي ابتديت سياسات في بعض الدول اللي هي توطين البدو وتحويلهم لأعمال أخرى، زي الفلاح دلوقتي اللي علم ولاده وولاده مش هيشتغلوا في الفلاح، فبيضطر يعمل ايه؟ يبيع الارض بتاعته، يبور الارض بتاعته، يحولها لارض مباني، الكلام ده كله يسيبها ما يزرعهاش عشان هم اتجهوا الى اعمال اخرى زي التعدين مثلا، زي البترول يقول لك بيجيب فلوس اكتر. طيب لازم يميز، هو في الرعي ممكن يبقى فيه نعمل ارشاد رعوي؟ اي مسؤوليه عندي يا اولاد لازم يكون فيها، اي تنميه بعملها لازم يكون فيها عمليه الارشاد دي. ليه؟ لان انا بعمل على حاجتين محورين. المحور الاولاني ان انا ازود الانتاجيه بتاعتي عشان يبقى في عندي ناتج رعوي حلو من الحيوانات بتاعتي. الحاجه الثانيه اللي هو البيئه. اوعى اثناء ان احنا بنعمل اي مشروع تنموي عندي ان يحصل ايه؟ تدني في الوعي البيئي، ان ياثر لي في البيئه. اخفض اعداد السكان والزحف العمراني الكتير، تمام؟ عشان كل ده بيأثر لي في الاخر، ان يطلع لي مشكله عندي ان ما عنديش مراعي. طب ايه هي الاساليب؟ بصوا ليه؟ احنا الدرس بتاعنا انا بعرض المشكله واعرض تبعياتها او الاجزاء بتاعتها كلها. بعد ما عرضت ايه هي المشكلة هنعرض اسبابها، بعد ما عرضت اسبابها لازم اعرض كمان اساليب ان انا اطور او احل المشكلة اللي عندي دي ازاي. طب بالنسبة للرعي، هي ميس هو احنا دلوقتي هنعمل ايه في الاساليب الرعوية اللي عندي دي؟ ممكن ان انا انميها ازاي، اغيرها ازاي، هعمل عكس اللي احنا قلناه في المشكلات يا اولاد بالظبط. يعني ما كانش عندي سياسات رعوية، لا هعمل افعلها وافعل قوانين يخلي بالها. ما كانش فيه عندي الارشاد والنهج اللي هنمشي عليه، لا نعمله. ما كانش فيه عندي خطط استراتيجية تنموية ممكن هي تنمي لي المراعي عندي، لا نعملها. تقنيات حديثة في استخدامها ان انا اعرف ايه هي المراعي والاراضي اللي ممكن ازرع فيها المساحات والكلام ده كله، لا استخدم تقنيات حديثة، نظم معلومات والاستشعار عن بعد. طيب اجيب قدرات بشريه في المجال ده يا اولاد تكون فاهمه لتاهيل المراعي عندي. طيب ما هي اداره المراعي يا اولاد؟ يعني ايه ادير المراعي؟ اعمل لها ايه؟ ها ان انا استغل المراعي كمورد طبيعي متجدد، احافظ عليه، اشوف ايه هي السلبيات اللي فيه، اعلي الانتاجيه بتاعته ازاي، ازودها ازاي، انفع بيها ايه، تمام. طيب تعال نشوف. طبعا هو جايب لك كل حاجه في اللي احنا خدناها الاساليب اداره المراعي دي، جايب لك
بيشرحها لك بقى تحت. بيقول لك ان السياسات والقوانين ودفعها دي ان هي لازم تكون عشان حاجتين، قلنا ان انا اعرف اراعي الموارد الرعويه اللي عندي والوعي بيه. طب ايه هي الدوله اللي ممكن نفذت ده وعملت قانون حقوق الرعي فعلا؟ هي دوله المغرب. دوله ايه يا اولاد؟ المغرب. طيب تعال نشوف ايه النهج اللي انا ممكن يكون في اشتراك ما بين قطاع عام وقطاع خاص عشان انمي موارد رعويه. مفيش حاجه اسمها ان دوله بس قطاع حكومي هو اللي هيشوف ده، لا، لازم يكون مشاركه ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، تمام؟ وده بيكون عن طريق سياسات في القيادات اللي عندي واللجان محليه وفنيه متخصصه اصلا في اداره المراعي، مش اي حد يا اولاد من الانشاءات. طيب برضو المغرب اهتمت بده، عملت 116 جمعيه رعويه عشان تقدر تنقذ المراعي. ثالث حاجة استراتيجيات بقى لازم استخدمها عشان اشوف ايه هو المناسب ما بين اختيار نوع الحيوان الملائم للمرعى ومراعاة حمولة المراعي. هل المراعي دي تستحمل الحمولة دي ولا عايزة ازيد ولا عايزة اقل؟ التقنيات الحديثة طبعا دي ان احدد ايه هي المناطق الرعوية اللي هستخدمها وموجود حالتها عاملة ازاي، ايه هي الدورات اللي ممكن اخدها السنوية للراعي نفسه، ايه الحمولة برضو بتاعة المراعي دي هتستخدم عندي حيوانات قد ايه ان هي تكفيها. كل الكلام ده كله بيكون عن طريق ايه؟ التقنيات الحديثة، استشعار من بعد ونظم معلومات جغرافية. بجيب المعلومات اللي عندي القديمة واعمل صور واحداثيات وخرائط للمعلومات اللي هي على ارض الواقع دلوقتي وابتدي اعمل مقارنات ما بينها واختار اطلع حل للمشكله دي. لازم يكون عندي قدرات عامله بشريه، لازم اعمل لهم تدريب، رفع كفاءتهم، اعمل لهم انمي عندهم الحس باهميه الرعي واستخدام الرعي في ايه وانظمه ازاي. كل الكلام ده كله من خلال الارشاد اللي انا بعمله، استغل بقى القدرات البشريه دي نفسها. ها انت هتشتغل في مجال ايه؟ في مجال الرعي. طب تعالوا ناخد اخر حاجه عندي وهي الثروه السمكيه. الثروه السمكيه بقى يعني والله الحمد، والله الحمد ربنا حبى دول العالم مسطحات مائيه واسعه وكبيره، ففيها انواع مختلفه من الثروات البحريه اللي هي الثروات السمكيه، تمام؟ اسماك ولؤلؤ ومرجان اسفنج، كل الانواع اللي موجوده عندي. طب تعالوا نشوف الانتاج السمكي. ها اولاد بالنسبه للوطن العربي، يمتلك الوطن العربي عندي مصايد عديده سمكيه، في منها بحريه وفي منها داخليه. وادي الصوره دي، ادي المصايد البحريه اللي هي باللون الازرق ده، والمصايد الداخليه اللي هي باللون ايه؟ الاحمر. طيب ماشي. طب السؤال بقى يا اولاد اللي هنا، ها هو انا بستخدم الثروه السمكيه في ايه؟ اولا عشان اسد فيها الفجوه الغذائيه، يلا ما ننساش دي، مش احنا ساعه اللحوم الحمراء قلنا بسدها عن طريق الثروه السمكيه؟ طيب اتنين، ان هم كمان يا اولاد هنوفر فيها فرص عمل، هتحقق لي عائد لان الناس اللي هتشتغل في المجال بتاع الانتاج السمكي ده، الناس اللي هتشتغل في المجال السمكي ده ايه اللي هيحصل؟ هتدخل لي دخل، لان انا هبتدي ان انا ايه اعمل فيه ايه؟ ان انا اصدره للخارج، تمام؟ طيب في حاجه كمان يا اولاد لازم نعرف اهم الدول اللي عندي انتاجا للاسماك. واحد مغرب، اثنين عندي مصر ويليها، بس خلي بالك ان المغرب مصايد البحريه، مصر الداخليه يليها الامارات. طيب ليه عندي ضعف في الانتاج السمكي ودي اخر عندنا يا اولاد؟ ان انا الوسائل اللي انا بستخدمها في الانتاج السمكي ده بتكون وسائل بدائيه. قله تعريج الساحل ده هو اللي بيؤدي لقله الموانئ، ضيق الارصفه،
تحول الصيادين ده زي اي نشاط عندي ان هم يروحوا يتجهوا لانشطه اقتصاديه اخرى، ده خلوهم عائد اكبر. تمام؟ الاهتمام بالصيادين. طب دلوقتي يا اولاد احنا يعني لحد ما احنا الحمد لله كده اخذنا النبذات سريعه عن الدرس بتاعنا بتاع النهارده، وان شاء الله تكون عرفنا نلم ما هو بص زراعه وازمه الغذاء الاول، وبعدين خدنا الزراعه، وبعدين خدنا بعد الزراعه الرعي، وبعد الرعي اخذنا ايه اللي هو الثروه الحيوانيه طبعا مع الرعي، واخذنا اخر حاجه الثروه السمكيه. يا رب تكونوا استفدتوا، وان شاء الله اقابلكم على خير الحصه الجايه، وتكونوا قدرتوا تلموا معايا ما يمكن النقاط الرئيسيه. هو الدرس طويل بس النقاط الرئيسيه اللي فيه كلها متداوله، وممكن ان احنا نتكلم فيها نعرفها نفهمها بسهوله. ما عليك بس اللي انتوا تحددوا معايا اهم الدول اللي قلنا عليها، سواء في الانتاج بتاعي، سواء كان عندي في المحاصيل، سواء كان عندي في الثروه الحيوانيه، سواء كان عندي في الثروه السمكيه. اشوفكم على خير يا اولاد، ويا رب تكونوا في احسن حال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.